قلبنا للعب. ايوه انت كده ممكن تبقى النيابه العامه ان شاء الله في يوم ربنا. بس قبل هذا الامر ما نقدرش نقول اي حاجه ولا نشوف حاجه. بس ما فيش حاجه. انتخابات مراكز شباب فندم طبقا للائحه اللي احنا اصدرناها اي وقت من 1/7 لغايه 31/10 لحد مركز الشباب يدعو للاجتماع العموميه العاديه عشان يجري فيها. فلو واحد بعد دعا يوم 1/7 يبقى 15/8 يقدر يعمل قانون اتاح للوزير انه يضع لائحه لانتخابات مراكز الشباب. فاحنا طبعا بما اننا مراكز شباب كمان يعني لازم ندي فرصه للشباب ان هو يتولى بعض المسؤوليات. بما ان النهارده سنه 2008 ما حصلش 10 سنين كامله مجلس عام. خش 10 كامله.